مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى 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 ليلى، شو بيخلي المسلمين يتمنوا سافربه؟ ليلى 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 ليلى، مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى 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 ليلى، شو بيخلي المسلمين يتمنوا سافربه؟ ليلى 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 ليلى، اللي بيعرف أفضله تاريخه واللي جراله، لو تسأل عن أماله بيتمنى يصلي في الأقصى. يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب. هذا المسجد تاني بيت مبني في تاريخ الأرض، وصلاتك لو في صليت أجر كبير سن